يعني بدنا نحكي عن وضع البلد يعني ركام، شفت عينك يعني ركام، كل مكان ركام. كهرباء تأخرت، صار لها كم سنة الكهرباء اليوم؟ يعني صار لها 7 سنين أكثر يجوز. تعليم ما في، شباب كلها جيل طالع، يعني ما في يعني تعليم. اليوم الجيل صار شباب، كلها أولاد، صار الشباب كلها ما في دراسة. تروح تدور عليه تلاقيه بالزبالة بهالمكانات هاي، عم تلاقي عم يشيل بهالوسخ وعمره الشاب هذا لا يعرف يقرا لا يعرف يكتب اسمه. يعني ما بي لا مية لا بي كهرباء، الكهرباء تروح وتجي، ولما تجي قوية تخرب القطع الكهربائية وشغلة. الله 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 يكون بالعون، الله يكون بعوننا. بالنسبة للبلد بنشتكي نحن كثير من موضوع الأنقاض الموجودة بالبلد، بنتمنى من المسؤولين انه يرفعوا هالأنقاض، بالإضافة إلى يعني تزفية الشوارع، وخاصة يعني الشارع الأكثر ازدحام بالبلد وهو شارع القوتلي. يعني كهرباء، مي، زفت، الزفت زفت، روح شوف الطرقان، ما وصلنا الطريق إلا تكسرنا. أكثر شيء بالنسبة للبلد الرقة وطب تعبان جدا، الرقة دكاترة تعبانين. أنا اليوم هاي جيتي، أنا كنت بعزة هاي جيتي، ميتة مريضة، عشان عندنا مريضة وميتة، طب ما في تعبان، يفوتون المريضة لعند المشافي بالرقة يتفرجون عليها، الكل يتفرج. أنا قدام عيني الكلام هذا صار صحي ما عدنا. أول شيء اللي الرياح المصارف كانت شتلتنا شتل، صرف صحي بيننا وبين صرف صحي 120 متر، اشتكينا 100 شكوى ما حد رد علينا. هذه واحدة. اثنين كهرباء ما عدنا، يعني أمورنا تعيس حيل تعيسة، فنطلب من الجهة المسؤولة أنها تلحق بوضعنا.